أنا خلص. الحبيب خلص عليك. صدقني بابا أنا ما صدتش أموته، أنا كنت بحوشه عن ماما، كان بيضربها وبيقول لها أنا هخلص عليكي، مش معقول أشوف كل ده قدامي وأقف أتفرج. طبعا يا عادل أنت تصرفت تصرف أي رجل، أنا مطمئن يا حبيبي إن شاء الله القضية هتنتهي بالورقتك. أنا هفضل محبوس كده لغاية ما القضية تنتهي. وده معناه بدر جديد انضم القبيلة بني البدر، وبما انك شيخ القبيله يبقى لازم تيجي وتباركوا. هيحصل يا سعادي، بس بعد ما نوصل الاستاذ لمامته. انا وعدتها اول ما يخرج يكون عندها على طول. طب ما انا كمان عاوز اشوف البدر الجديد. مش لازم النهارده يا سيدي. بابا قال ايه لما علي قال له الكلام ده؟ كشر وفهمه ان ده مش موضوع هزار. طب استنى بس، يعني نوعتك شيرته كانت ازاي؟ ها؟ اتضايق من الفكرة نفسها ولا اتضايق ان علي هو اللي قال الكلام ده؟ ماما اوعي تكوني فاكرة ان بابا ممكن يرجع لك بصحيح. ليه بقى يا سعادل؟ انا لو مكانه ما اعملهاش. تقدر تفهمني ليه؟ ماما انت غلطتي غلطة كبيرة قوي لما اتجوزتي الولد اللي اسمه عفت ده، والغلطة دي بابا مش ممكن حينساها. اخيرا انكشف المستور وظهرت مشاعرك على حقيقتها. ما تلوعيش كلامي، مشاعري ملهاش دعوة. أمال معناها إيه الكلام ده؟ خلاص أنا آسف انسيه خالص. فوزية! فوزية خرجت! عايزها في إيه؟ أبدا، كنت عايزها تجهز لي الحمام لكن مش مهم هجهزه أنا. على فكرة يا ماما، أنت كنت تعرفي أخت عفة دي لما اتجوزتيه؟ شفتها فين؟ سعادل وقعه على الأرض وبارك فوق. التاني سلم وقعد يقول له خلاص يا عادل سيبني بقى، لكن سعادل مسك دماغه وقعد يضربها بضرب زين السلم الرخام لحد ما قطع النفس. ليه؟ ده لسه دافع الكفالة وخارج من يومين. صدر أمر من النيابة بإعادة القبض عليه بعد ظهور حقائق جديدة في القضية. كلمي بابا، شوفوا المحامي، أكيد في مؤامرة مدبرها اسمها سارة دي. عادل كانت بتهددني. عادل لازم تعرفوا الحقيقة. فوزية عبد الهادي الشغالة اللي عندك يا هاني. فوزية؟ مش ممكن يا فندم، مستحيل. للأسف المستحيل حصل. طب وإيه اللي خلاها تعمل كده؟ أكيد اترشت عشان تغير أقوالها. أتاريها مختفية من امبارح، وهي نازلة قالت لي إنها هتزور واحدة صاحبتها ويمكن تتأخر عندها وتبات. أنا طبعاً ما خدتش في بالي لأنه كان يوم أجازتها. البت دي طول عمرها عينيها زايغة وبصة لفوق، بس أنا عارف مين اللي رشاها. عارف حاضر اوصلك يا فوزية. وعايز مني ايه؟ عايز اعرف مين ورا المؤامرة الحقيرة اللي بتعمليها دي. انا معرفش حاجة ومالكش دعوة بيا. يا اما هصوت والم عليك الجيران وما تنزلش من هنا النصيحة. ياك فاكر نفسك لسه باشا بصحيح؟ لا، فوق لي روحك. جربي يا فوزية، صوتي وريني الناس اللي هتكلميهم. ياك فاكر لي بهاوش؟ طيب يا لهوتي الحقيني يا معادوي، الحقني يا عمارة يا خلقي. هو يا لهوي. أمرك يا باشا. أمرك يا باشا. أنا في عرضك يا باشا. أيوة كده نتكلم بالعقل. أنا تحت أمرك، بس صدقني أنا قلت اللي يخلص ضميري. ضميرك قالك تكذبي وتودي عادل في داهية يا فوزية؟ أنا قلت اللي شفته. وبعدين بقى هنفضل نلف وندور على بعض؟ تحب أقولك مين اللي اتصل بيك ورشاكي؟ سارة مش كده؟ أنا ماليش دعوة، انا كنت في حالي. يا سواد عيشتك يا فوزيه.